ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بصوا، هو الامتحان كويس جدا جدا، بس عايز بس شوية تركيز. والترجمة الترانسليشن كانت معايا تمام، يعني كانت حلوة، مش كنت محتاجة ترانسليشن، بس محتاج تركيز جامد جامد، وبيلعب في بيفور وافتر والكلام ده. وشكرا طبعا لميس دعاء، كنت تعبانة معايا جدا وفرد على الأسئلة، فبشكرك جدا والله من كل قلبي. مريت عامل عملية وبتديله انستراكشن عشان بتساعدك ان انتي تسحبي العينة، عينة البصاق، تمام؟ هتقولي له ان تيك دي بريس اند كف فور 3 تو اوبتين سبيوتم. هتقولي له خد نفس عميق وكح علشان اخد عينة البلغم، ولا هتقولي له سبورت ذا وان تويز بلو، هدعم الجرح بالمخدة. طبعا اخترتها تيك ديب بريس. نفس السؤال ده جالي بطريقة تانية، مريض برضو عامل عملية، المفروض انتي تاخدي منه عينة سبيوتم، فالمفروض ايه اللي انت هتعمليه عشان ريليف تخففي من الألم؟ عملتها سبورت ذا وان تو ويز بلو. كان في برضو جايب انستراكت ذا بيشنت تو كف فورس، ان انتي بتنصحي البيشنت ان هو يكح بقوة، ولا سبورت ذا وان تو ويز بلو؟ كان جايب مريض ديسفيجيا، عنده صعوبة في البلع، والطبيب اللي عندك حاطه تحت دايت النكتار فول سيكنس، ممشيه على النكتار فول سيكنس. بيقول ايه هو الدايت المناسب في الاختيارات دي؟ هل هو سوفت بوتيتوز؟ هل هتخليه من ضمن الدايت اللي هو ماشي عليه هتخليه ياخد يوجرت اللي هو الزبادي؟ فانا اخترت الزبادي لانه هو قايل في السؤال النكتار فول سيكنس، بس انا مش متأكدة من الإجابة يعني. وكان في سؤال تاني للاس سي دي، جهاز الاس سي دي بيقول ان في مريض عامل عملية وعلى نقالة، المفروض ان هو ان بي او، ومفروض ان انت هتنقليه من النقالة للسرير، ونيد محتاج الاس سي دي، محتاج جهاز الاس سي دي، تمام؟ بيقول ايه الاكشن الصح اللي انت هتاخديه من الاختيارات اللي تحت دي؟ قبل الاجابة عندنا كانت ان انت هتعملي فاستن، تربطي الاس سي دي من الانكل تو ذا اندينج اوف ذا ني لنهاية الركبة، ولا ان انت هتسألي المريض اذا كان هو حاسس بألم اثناء الانفليتنج اوف الاس سي دي. دول الاختيارين اللي انا فاكراهم. جالي سؤال عن الكالر كودينج، بس هو بقى مش جايب لك السؤال كده، ده كان موجود في البارت الاولاني برضو، كان جايب لك السؤال ايه اللي بيساعدك ان انت تمنعي من الفيز المس فايلز، او ان انت تفقدي الفايلات بتاعتك يعني، وان هي تكون مرتبة او كده. فانا ما صدقت لقيت الكالر كودينج تحت فانا اخترته. جات لي غرفة السي او بي دي اللي هو عنده الريجولار موفمنت شيست، اللي هو عنده حركة غير طبيعية او منتظمة في الشيست بتاعه، ويقول ايه اكتر غرفة اللي انت هتعملي عليها immediately report للنيرس. فانا اخترت السي او بي دي. وجات صورة الصوابع وهي مفرودة، هي المفروض abduction، بس مش كان جايب abduction، كان جايب extension، فانا اخترتها. كان جايب صورة الست الحامل، جابها لي مرتين، مرة في البارت الأول، مرة في البارت التاني. مرة بيسأل على جهاز الألترا ساوند، بس مش كان جايب ألترا ساوند، كان جايب ألترا سونو جرافي. والبارت الأولاني كان جايب بيقول المرأة الحامل دي المفروض هي تكون ايه؟ تكون فول بلادر. وجالي سؤال برضو بيقول ايه هو من البروفيشنال مال براكتس، بيقول هل هي ان انتي بتاخدي بريك، ولا ان انت بتعملي assignment خارج السكوب بتاعك، مهام خارج السكوب بتاعك، ولا ان انت مريضة ومش جيت الشفت النهاردة. وسؤال تاني بتاع الطفل اللي هو عنده صعوبة في التنفس، وجه الاستقبال والدكتور بص عليه وطلب من الممرضة من النيرس ان هي تسحب عينة من الهيل، بس حد نده على النيرس وطلبت منك ان انت تسحبي التحليل. انتي روحتي تسحبي التحليل لقيتي رجله بلاش يعني زرقاء، المفروض انتي تعملي ايه من الموقف اللي تحت دي؟ هل انتي هتغطي رجله ببطانية لحد ما هي ترجع للبنك تاني، ولا ان انتي هتقولي للطبيب ان التحليل ما تسحبش،
ولا ان انتي هترفضي، ولا ان انتي هتقولي للتشارج نيرس. البلت ده مهم جدا جدا جدا، جالي بأكثر من سؤال، وانا كنت مبسوطة بصراحة لان انا كنت فاهماه. جالي مريض الديابيتك المفروض يلبسه في انهي وضع، وطبعا الصبين، وجالي المفروض ان سؤال تاني يعني بيقول ان المفروض هو مش قادر يقوم يتنقل من الكرسي للسرير وهو مستخدم البلت، فالمفروض المساعد الصحي هيعمل ايه. كان في اجابة من الاجابات، هل هو رجل المساعد الصحي هتكون بين رجلين المريض، ولا ان انت تعملي اندر هاند جريسب، فانا اخترتها اندر هاند جريسب. وسؤال تاني بيقول كان في مريض بيستخدم الووكر ثلاثية البوينت 3 بوينت، وعايز ان هو يعمل رولينج يلف بيها. بيقول كان في اجابة من الاجابات اللي انا فاكراها واللي انا عملتها، ان هو يعمل رولينج لما تكون الفيد بتاعت البيشنت انسايد ذا ووكر، داخل الووكر. والسؤال تاني بيقول مريض طلب مني مسكن ألم على إنه حاسس بألم، وبعدها بشوية لقيته بيتفرج على التي في عادي، تلفزيون عادي، المفروض وبقى كمفورت بقى مرتاح، ومفروض إن أنا أعمل إيه؟ هل إن أنا هلاحظ المريض، ولا هل إن أنا أبلغ الممرضة؟ وكان في إجابتين تانيين مستبعداهم، فأنا اخترت إن أنا هبلغ الممرضة. والمريض اللي هو عنده بليدنج ان النوز، نزف من المناخير، المفروض ان انت تعملي ايه؟ هل انت هتقولي له لوك تو ذا فلور، ده انا اخترتها، ولا ان انت هتعملي كونفيرم بريشر على النوز، ولا ان انت هتحطي كولد ابلكيشن في النوز. وسؤال تاني كان بيقول الاي كونتاكت للمريض ده بيبقى بيعمل ايه؟ هل هو بيبقى ثيرابيوتيك كوميونيكيشن، ولا افكتيف كوميونيكيشن، ولا كلوز كوميونيكيشن؟ وانا اخترتها افكتيف كوميونيكيشن. وكان سؤال تاني بيقول مساعد صحي كان بيغير الملايات سرير لمريض، المفروض ان هو يغسل ايده كل قد ايه؟ كان جايب في السؤال 15، ولا كان جايب 45 و60، فأنا اخترتها 60 ثانية. وجالي سؤال تاني بيقول ايه هو الميثود اوف كوميونيكيشن اللي احنا بنستخدمها تقريبا في التعامل مع البيشنت ما بين الهيلث وركر، ما بين اعضاء الفريق الصحي. يعني ايه هي الميثود اوف كوميونيكيشن اللي احنا بنستخدمها ما بين اعضاء الفريق الصحي؟ فكان جايب ثيرابيوتيك، وكان جايب سبور، وكان جايب افكتيف، كان جايب حاجات غريبة كده، فأنا اخترتها سبور. ندخل بقى على الحاجات الحلوة. مس دعاء، أول صفحة دي جات لي كلها تمام، وتاني صفحة جالي منها إن البيشنت وقع في الحمام ومسك صدره، فاللي هو الـ AMS طبعا. والسؤال التاني جالي بقى بالصيغة التانية، اللي هو المساعد الصحي سحب عينة وعمل لها documentation، المفروض يسجل ايه؟ يسجل اللون والاماونت والابيرنس. ومس دعاء برضو، سؤال رقم 8 و9 و10، وسؤال رقم 12، وجاب لي سؤال عن الاس سي دي برضو، بس اللي انتي هتلبسيه منين لفين. كان جايب لي من الانكل لحد الاندينج اوف ذا نيه، مش عارفة أنا عملتها كده صح ولا إيه. وسؤال رقم 21 و22 و23 و24 و25، كل دول كولي بالنص كده زي ما هما. وسؤال الدانجلينج إن هو يقعد في حرف السرير، ده برضو جالي، إن هو فضل في السرير فترة طويلة، المفروض إن انتي هتحركيه ازاي، فانتي هتحطيه في ال edge of the bed for 2 minutes. وجالي السؤال رقم 31، بيقول برضو assist patient with shower، ان انتي بتساعديه اثناء الشاور بتاعه، ولاحظتي minimal tumor، لاحظتي فيه ورم خفيف، بس برضو انا اخترتها check the pulse. وسؤال رقم 33، ان البيشنت زعلان علشان النتائج بتاعته اتأخرت، المفروض انتي تقولوله ايه؟ don't worry this thing is most often occur.
والسؤال بتاع الكولوستومي بتتشينج امتى؟ ويك. وسؤال الايكولاي الفود بورن كونتامينيشن. وسؤال رقم 38 ان انتي بتجهزي للشاور وفجأة هيقع في الحمام وحاسة بدوخة، فستاندي بيهايند ذا بيشنت كلوزلي، جالب النص كده زي ما هو. مزدعق برضو. سؤال رقم 40 41 و42 بالنص برضو زي ما هما. والسؤال بتاع الأم اللي بتغير لطفلها عشان تمنع الانفكشن جالي. والسؤال بتاع الفرنتشر، ايه هو الأكثر اكسيدنت في الإلدرلي المفروض put away unnecessary furniture؟ سؤال رقم 45. وسؤال رقم 46 بتاع الكانسر، ان انت تستخدمي سوفت بريست البرش. والسؤال 47 جالي بطريقتين، طريقة ان انت تاخدي منه عينة اسبيوتم وبتنصحيه، فانت المفروض تعملي سبورت للوند، وجالي بنفس الطريقة ان انت انستراكشن بتديله تعليمات علشان تاخدي منه العينة، فالمفروض ان انت هتنصحيه ان هو يكح ديب وديب بريس. وجالي سؤال ازاي بتاخدي عينة من الأنف، فالمفروض تكون رابيدلي وديب. وسؤال رقم 49 بتاع اللي عنده مشكلة في الهيب ريبليسمنت، فهتبقى الرينج اوف موشن ايه؟ اكتيف اسيستنت. وسؤال رقم 50 في المصدعية، اكسبلين بروسيجر. وسؤال رقم 51 الصورة بتاعت البي تي بتكون لونها ايه؟ والسؤال رقم 52 و53 و54 و55. السؤال رقم 55 ده بتاع المنسترويتد، ده جالي في البارت الأول والبارت التاني. والسؤال رقم 56 و57 و58 و59. انا من كتر ما انا يعني حافظه اسئله مس دعاء اصلا، انا بقيت بختار كده، بقرا اول كلمه في السؤال واول كلمه في الاجابه وبختار دايركت على طول من غير ما اكمل السؤال اصلا. وسؤال الميدي ستريم، المفروض ان الدكتور طلب عينه ميدي ستريم، المفروض تسحبيها في السبلاي ميت بتاعتك ايه؟ المفروض كان جايب الاسترايل كاب والاسترايل جلافز كله استرايل يعني، فانا اخترت الاجابه دي. وسؤال رقم 63 وسؤال رقم 64 اللي هو بتاع البلت، البلت ده مهم جدا، جالي في أكتر من سؤال. سؤال رقم 65 جالي بس بطريقة تانية، اللي هو بيقول السؤال نفسه بيقول ان انت لما بتعملي مينتين الاي كونتاكت للمريض، فانت كده بتعملي كوميونيكيشن نوعه ايه؟ فهيكون افكتيف. سؤال رقم 66 جالي ان انت لما بتغيري على جرح دراي فالمفروض تلبسي ايه؟ المفروض تلبسي جلافز. وجالي نفس السؤال بس كان موجود فيه سبلاش في السؤال، فما المفروض تختاري اكتر بي بي اي ايه عندك كاملة. وكان في سؤال بيقول تعرفي ان المريض ازاي هيحصل له فنت اغماء، فكان في اجابة في السؤال ان هو ديزنس، فانا اخترتها. وسؤال تاني بيقول لو المريض السكر عندك حاسس بان هو سويتينج، فالمفروض تديله ايه؟ تديله جوس عصير. وسؤال بيقول الديسفيجيا معناها ايه؟ معناها صعوبة في البلع. والسؤال التاني بيقول البليدنج في اليورين معناها ايه؟ معناها هيماتوريا. والسؤال بتاع الساعة رقم 70 ان هو عنده باتشز على عينه، فالمفروض ان انت هتيجي تطعميه، فالمفروض ان انت تقول له اعتبر الطبق بتاعك عامل زي الساعة. وسؤال رقم 71 ان هي مكسوفة ان هي تطلب منه حاجة، وكل ما تقوم من على السرير تحس بدوخة وتقع، فالمفروض ان انتي هتقوليلها مش تتكسفي ولو احتجت حاجة اطلبي. والدعاء السؤال رقم 72 ان انتي لو جيت تاخدي منه عينة واثناء السحب هو حس بدوخة، فانت هتعملي ستوب ذا كولكشن. والسؤال 73 لو هو حس بدوخة بعد ما سحبنا منه العينة، ان انتي هترفعي رجليه. وصفحة مس دعاء برضو رقم 75 ان امتى بتشيلي الجوان؟ قبل ما تعملي مغادرة للغرفة وقبل ما تغسلي ايدك. وسؤال 76 ان انت لو انطلب منك تدي ميديكيشن فانت ترفضي. وسؤال رقم 78 بتاع الفيدباك،
والسؤال ان هو عايز يطلب مسكن للألم والمسج مشغولة، فالمفروض انت تعملي تيلزن يورس. وسؤال ان انت بتعملي كولكتنج اليورين، تجميع يورين 24 ساعة، المفروض تحطي العينة فين؟ تحطها في الريفريجيتور. جالي سؤال 500 cc بيساوي قد ايه، فهتبقى 500 ملي. وجالي سؤال 4000 وال5000، الداخل بتاعه هيكون اكتر من الخارج بتاعه. انا مش جالي تجميعات خالص، جالي سؤال اللي هو التحويلات، يعني اللي هو مثلا 100 ملي بيساوي قد ايه سي سي، جالي مثلا 2000 ملي بيساوي كام لتر كده. جالي الساعة 10 كان 100 والساعة 8 كان 50، فالمفروض انت ايه الديفيشنسي هنا، فالمفروض تبقى 50. جالي الاختصار بتاع ال MMR اللي هو الميزلز والمامبس والروبيلا روبيلا، وجالي الاختصار بتاع ال DNR اللي هو دو نوت ريسسكتيت. جالي ال dehydration اللي هو ال amber urine. جالي الممرضة اللي نسيت ال request، المفروض ان هي تعمل remain with the patient وتتصل بال nurse. جالي السؤال ان مريض الزهايمر مش عارف ان هو يوصل للأوضة بتاعته، فانت هتحط ال familiar object على الأوضة. وسؤال الفلاورز، ان المريض عايز فلاورز وفي مريض تاني عنده حساسية منه، فالمفروض تيلزنيورز. والمساعد الصحي عمل سنيز في التراي، فالمفروض ان انتي هتجيبي نيو تراي. والاهل المفروض بيسألوا المساعد الصحي ازاي يعرفوا ان ان المريض ده بيتوفى وكده او بيموت، فهيديله علامة ساين هيقول لهم لو هو stare at the ceiling. جالي علامات الشحوب اللي هو لو مريض حاسس ان هو دي وبيل ورابيد بريسنج، فالمفروض انتي تعملي ايه لحد ما النيرس تيجي؟ المفروض ريز ذا ليج، ترفعي رجله. والمريض الانكونشيس بيشنت المفروض ان هو يتخدر العملية، المفروض ياخد تخدير ايه؟ هيبقى جنرال. وبتعملي كير لمنطقة البرينيال ازاي للفيميل؟ تبقى 3 سواي فروم فرونت تو باك. بيقول لو في كاست ولسه طرية المفروض تتعاملي معاها ازاي. كان جايب البلم فانا اخترتها. كان جايب سؤال النحلة هتبقى انافلاكتيك شوك، وكان جايب ان المريضة مش مرتاحة في وضع الليزوتومي. مش كان جايب دورزل فانا اخترت السيم. كان جايب الاستخدام الآمن للكين، تمام. المفروض كان جايب اجابتين، هل انت بتمسكيها في ال strongest اللي هو في الايد القوية، ولا اللي انت بتحركي الرجل الضعيفة وبعدين بتحركي الرجل القوية. كان جايب سؤال المريض اللي كان رافع كيس البول بتاعه وماسكه في الارم بتاعه، فالمفروض تنصحيه تقوله ايه؟ تنزل الدرينج تحت مستوى البلدر. المساعد الصحي المفروض ان هي لقت فلوس وحطتها في جيبها كده، فيوليت لايه؟ للانتجرتي. جالي سؤال عن البيت سايد كومود اللي هو المفروض هو عامل انيما ومش قادر يروح الحمام، فانت هتجيب البيت سايد كومود. وجالي لو في سبلاش المفروض تلبسي اكتر بي بي اي عندك. جالي سؤال 115 في ميز دعاء بالنص كده زي ما موجود، بيقول ايه المفروض انتي تعمليه morning care، فتبقى wear gloves when assist patient with flossing teeth with blood thin. جالي سؤال رقم 117 في ميز دعاء اللي هو المفروض انتي بتعملي بس لمريض، المفروض تبدأي بإيه؟ بالكلين اريا وبعد كده soiled اريا. جالي سؤال 121 ان المريض متعود ان هو يصحى اكتف فهو صحي كونفيوز، المفروض تعملي ايه؟ ان انت تلزن يورس. وجالي سؤال انت دخلتي على مريض ولقيتي فيه نزيف او لقيتي فيه دم على الجوين وعلى جنب المريض وعلى الارض وكده، فالمفروض ان انت تعملي ايه؟ فكان في اجابة ان انت تعملي ريموف للدم ده وتتخلصي من الـ من الويست اللي فيها بلد في البايو هازارد ويست، فانا اخترتها.
وجالي صورة ال recovery position، المريض نايم على جنبه كده وبيقولك دي صورة ايه، فهتبقى recovery position. وكان في سؤال بيقول dysphagia والمريض CVA، المفروض الدايت بتاعه يكون ايه؟ هل كلور ليكويد، ولا هل restricted صوديوم، ولا هل هو non restricted صوديوم، ولا هل بيورد دايت and الفول دايت؟ فانا اخترتها بيورد وفول دايت للاسف، يعني هي كانت اصح اجابه في اللي موجودين، فانا اخترتها لان البيورد دي اللي هو لمريض الديسفاجيا، بس انا كنت مستغربه ان هي معاها فول كمان. وميس دعاء، السؤال رقم 160 بتاع المريض اللي هو ديف، المفروض تعملي معاه ازاي بالريتن، والمريض اللي هو اي كونتاكت ده الكوميونيكيشن هيبقى ايه، هيبقى افكتيف، والمريض ان هو بياخد ابيوز من المذر، بياخد اساءة من الام بتاعته اثناء ما انتي معديه على الاوضه. كان جايب الاجابتين، كان جايب الفيزيكال وكان جايب النيرس، كان جايب ستاف نيرس، انا اخترتها النيرس. كان جايب اختصار ال AED، ايه هو اللي هو الاوتوميتد اكسترنال ديفيبريليتور، وكان جايب الهيموريج معناها ايه، معناها بليدنج. كان جايب يعني ايه برونكوسكوب، بيعمل اكزامينيشن للبرونكا للبرونكوس. كان جايب المريض اللي انت مش عارفه تاخدي منه الضغط عشان هو زاد 5 كيلو تقريبا، فالمفروض تعملي ايه، تعملي انكريز ذا كاف. كان جايب سؤال الليك اوف سي او 2، نقص ثاني اكسيد الكربون اللي هو الهايبر فنتيليشن. كان جايب اختصار تي اي دي معناها 3 مرات. كان جايب لي سؤال عن الاسبار، كنت قلته ان هو ده ميثود فور كوميونيكيشن بتوين الفريق الطبي. جالي سؤال عن الليج اكسرسايز بعد العمليه، المفروض تعمليها من كام لكام. كان جايب 10 مرات كل ساعه تقريبا، فانا اخترتها. كان جايب صوره النوبلايزر، طفل كده حاطط ماسك النوبلايزر، فهتبقى الاجابه جهاز نوبلايزر. كان جايب سؤال عن الاسترلايزيشن، التعقيم، ان انت بتعملي ايه هي افضل طريقة، ان انت بتعملي eliminated للانفكشن، فهتبقى الاسترلايزيشن. كان جايب سؤال بيسأل عن السيستوليك بريشر، جايب 130/90 تقريبا، فبيسأل الرقم اللي فوق ده ايه، فهيكون سيستوليك.